السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. معانا قراءه جميله جدا جدا لمواليد برج الحمل. ركز معايا كويس جدا في الطالع بتاعك، واللي ينطبق عليك انزل قوله لي في الكومنتات، وباذن الله بفضل ربنا يا برج الحمل ما ينطبقش عليك غير الاخبار الجميله والفرحه الساره. ادعم الفيديو بتاعك باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلي بيه على الحبيب. قول ورايا الدعاء اللي جميل يا برج الحمل اللي كله طاقة إيجابية: اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. بإذن الله الدعاء ده يكون طاقة إيجابية ليك، وربنا يسترك دنيا وآخرة. ركز بقى معايا وإن شاء الله بإذن الله يكون قراءتك جميلة ومبشرة بالخير، ونقول بسم الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله عليكم. انتوا عندكم انفراجة حلوة جدا، او عندكم حاجة معينة هتبشركم بخير. انتوا الفترة دي ممكن تكون من اكتر الفترات اللي هيكون عندكم فيها تبشرات حلوة، او في انفراجة في حاجة معينة شغلة بالكم. كمان اقدر ابشركم ان عندكم خير، والخير ده قادم ليكم باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. الخير ده هيعوم على حياتك وهيعوم على اللي حواليك. انت دايما بتسعى ان انت تسعد الاشخاص اللي حواليكم، وعشان كده هيكون في تبشرات حلوة. بس خلوا بالكم من ناس معينة حاطة عينها على كل حاجة انتوا بتعملونها، فياريت تحذروا من الناس الخبيثة السلبية اللي عندكم. كمان اقدر ابشركم لاما في ورق محكمة، لا ورق سفر، لا ورق حاجة معينة في حياتكم هيخلص على خير، والورق ده هيبشركم بنصر حلو، او هيبشركم بطاقة ايجابية باذن الله. كمان انت هنا الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت هتعرف الطرف الثالث اللي بيتدخل في خصوصياتك، وكمان هتكون ناوي تطرده من حياتك طردة سامة، يعني ممكن تطرده طردة للابد. فانت عندكم خروج طرف ثالث من حياتكم، فخدوا بالكم من النقطة دي، هتعرفوه وهتطردوه. كمان عندكم فرحة هنا حلوة جدا، الفرحة دي ممكن تكون لم شمل او تغيرات في حاجة معينة شاغلة بالكم الفترة دي. كمان انتوا هنا عندكم اعتذار، او عندكم حد هيعتذر لكم، او انتوا زعلانين من حد، او حد زعلان منكم، في رضا وفي صلح كمان ان شاء الله باذن الله. انتوا هنا واخدين موقف من حد، او مصدومين صدمة من حد، او يعني ما تخيلتوش ابدا في يوم من الايام ان انتوا تاخدوا الصدمة او الضربة القوية دي من الشخص ده. فاليومين دول انتوا حرفيا مش يعني على موقفكم برضو، ومش عايزين تتنازلوا عن الموقف اللي انتوا فيه بسبب ان انتوا اتخذلتوا او اتحسيتوا بالطعن اللي انتوا فيه. كمان انتوا هنا مصممين على حاجة معينة، والحاجة اللي مصممين عليها دي مش عايزين تبعدوا عنها. عندكم شخص هنا بيتجسس عليكم، او شخص بيراقبكم على جميع المواقع، فخلوا بالكم. كمان انتوا هنا عندكم شوية الضغوط دول منكم يكونوا من شغل او من اهل او من شريك، الله اعلم، بس عندكم شوية ضغوط في عملكم او في حياتكم انتوا في الخاصة. عندكم واحدة ست، الست دي عينها عليكم، عايزة تحطمكم بأي طريقة، او حاسة ان انتوا احسن منها، او حاسة ان انتوا احسن من غيرها، الله اعلم، بس هي خبيثة ومش كويسة. في مكافأة حلوة جدا هتجيلك من خلال الشغل اللي انت فيه، او من خلال العمل بتاعك، فان شاء الله بإذن الله هيكون في طاقة ايجابية، او في فرحة طال انتظارها في شغلك، او مكافأة حلوة عندك. في كمان ممكن الفترة دي حد يبعت لك فلوس، او انت ناوي تبعت فلوس من غربة، الله اعلم. انت هنا عندك ورق محكمة او ورق بنك او ورق حاجة معينة، عندك ورق في بنوك، او في بتطلع فيزة سفر، بتطلع فيزة معينة، الله اعلم، بس انت عندك ورق على جميع الاسعد هيخلص. زي ما قلت لكم انتوا عندكم صلح، عندكم قعدة حلوة، عندكم طاقة ايجابية باذن الله. بس خلوا بالكم من حد معين اللي هو صديق مقرب ليكم، اكل معكم عيش وملح، وبيتدخل في خصوصياتكم. كمان اقدر اقول لكم ان الفترة دي هتكتشفوا سر خطير عندكم، السر ده هتكونوا محتارين فيه،
او محتارين ان انتوا تاخدوا القرار الصح حواليه، فخدوا بالكم. كمان انتوا عندكم حد بيستغل شريك حياتكم بكل الطرق، بيستغله في مال، بيستغله في ماديات، بيستغله في معنويات، الله اعلم. فالشريك عندكم بيستغلوه بطريقة كبيرة جدا. كمان الفترة دي من اكتر الفترات اللي البلوك عندكم هيتفك، او البلوك عندكم هيتفتح وهيبقى فيه كلام تاني، وساعتها هيبقى فيه قعدة معاتبة او قعدة صلح او قعدة كلام هيتتقال عندكم. فخدوا بالكم من ان البلوك هيتفتح في اقرب وقت. انتوا هنا اتحملتوا بقدر المستطاع، او اتحملتوا باي طريقة رهيبة، يعني ممكن تكون انتوا استحملتوا حاجات محدش يستحملها ابدا. فخدوا بالكم وما تجوش على نفسكم من اجل حد ممكن تسعدوه، او من اجل ان انتوا يعني تيجوا على نفسكم عشان تسعدوا حد. مش دايما بتبقوا انتوا صح كده. خدوا بالكم واحذروا وحطوا اولويات في حياتكم قبل اي حد. كمان الفترة دي ما تزعلوش مني ان الشريك في طرف ثالث في حياته، عشان كده انتوا حاسين بالنفور بينكم او حاسين بالتغير من الشريك بسبب ان الشريك عنده طرف ثالث. كمان انتوا الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا حريصين جدا في كل اعمالكم او في كل تفاصيل حياتكم، ودايما بتخلوا بالكم من كل اللي حواليكم، فانتوا بتتعاملوا مع ناس معينة بحذر بطريقة كبيرة. كمان في حد هيعرض عليكم فرصة، او حد هيخبط على بابك، ممكن يكون فرصة جواز، فرصة شغل، فرصة سفر، الله اعلم. بس انتوا عندكم فرصة، والفرصة دي مش هتتعوض مرتين، فياريت تقبلوها وتخلوا بالكم منها وما تضيعهاش ابدا. انتوا هنا نفسيتكم تعبانة، حاسين بالكسل، حاسين بالخمول، حاسين ان انتوا مش عايزين تعملوا اي حاجة. ممكن يكون الحاجة دي بسبب ان العين عليكم او محسودين بكل الطرق، فياريت تاخدوا حذركم من المقربين ليكم وتكتموا وتداروا على حاجة، يعني تكتموا على كل حاجة في حياتكم بسبب الصدمة الكبيرة اللي انتوا خدتوها في حياتكم. ما بقاش عندكم ثقة في حد، ما بقيتوش زي الاول، ما بقيتوش تثقوا في حد، ما بقيتوش تهتموا بحد، بدأتوا تحطوا نقط على حروف بينكم وما بين حد. انتوا عندكم كمية وجع جوه قلبكم لو طلعت ممكن تدمر العالم كلها، بسبب ان انتوا عندكم ضغوط نفسية، محدش مهتم بيكم او محدش معاكم. فالفترة اللي جاية هيكون في تغيرات حلوة. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم في رجوع مع حد معين، بس انتوا بتفكروا في الماضي بطريقة كبيرة جدا، والماضي مأثر عليكم بشكل سلبي. بلاش الماضي، بلاش ان انتوا تقعدوا تفكروا. انتوا حاسين الفترة دي بتربيط في تفكير، في تربيط في حاجات، الحاجة اللي بتفكروا فيها ما بتكملش، علشان عندكم نجمكم خفيف ودايما معرضين للأذى بشكل سلبي. فخدوا حرصكم بشكل مختلف. كمان هنا هيكون عندك خروجة حلوة او لمة حلوة او قعدة حلوة مع اهل او مع حب، الله اعلم. كمان انتوا الفترة دي ممكن تكونوا اتعرضتوا لخيانة، او اتعرضتوا لخذلان، او اتعرضتوا لنفاق، الله اعلم. بس انتوا فعلا اتعرضتوا لحاجة معينة، فان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هيكون في تغيرات حلوة. كمان انتوا هنا عندكم علاقة مع برج الجدي، والعلاقة بينك وما بين برج الجدي فيها شوية مشاكل، فان شاء الله باذن الله ممكن يكون في صلح او في قعدة حلوة، في طاقة ايجابية، الله اعلم. بس خدوا حذر من المشاكل او من الكلام او من الامور السلبية، يعني بلاش المشاكل على الفاضي وعلى المليان بينكم، وخدوا حذركم كويس جدا. ان شاء الله كمان الفترة اللي جاية لو في نفور عندكم هيكون في طاقة ايجابية، وانتوا دايما صابرين على كل حاجة. هيكون كمان في عدالة عندكم بينك وما بين برج الميزان، هيكون في عدالة وهيكون في طاقة ايجابية. في كمان هنا حاجة معينة، الحاجة المعينة دي هتفعلوها هتحسن الدخل بتاعكم، وهتلاقي عندكم دعم حلو قوي على جميع الأصعد، يعني ممكن تكونوا انتوا في حاجة بتحبوها. فان شاء الله كمان الفترة اللي جاية دي هيكون في امور تغيرات معينة.
في حاجة هنا راحت منكم، في حاجة عندكم أذتكم، أو في حاجة عندكم ضغطتكم نفسية. ممكن يكون دخلتوا في مشروع والمشروع ده ما كملش، أو دخلتوا في حاجة معينة والموضوع ده ما تمش، الله أعلم. بس انتوا حصل عندكم خسارة في فلوس، خسارة في فلوس، خسارة في شغل، الله أعلم. انتوا عندكم سحر بيتجدد لكم، السحر بيتجدد لكم ده من اشخاص معينة، والسحر اللي عندكم سحر مدفون وهو اللي اذيكم بكل الطرق. خلوا بالكم، احرصوا كويس جدا جدا من كل الطاقات السلبية اللي بتمر حواليكم. انتوا عندكم هنا حد غالي على قلبكم، الحد اللي غالي على قلبكم ده بيسأل عليكم وعايز يوصل لكم، بس مش عارف يوصل لكم بأي طريقة او ازاي. البعض منكم انتوا تخلوا بالكم كويس جدا، لو انتوا عندكم سجادة قدام باب الشقة او عندكم حاجة قدام شقتكم، ياريت تخلوا بالكم وياريت تنفضوها كل يوم وتكونوا حريصين كويس جدا. ولو حسيتوا انه في حاجة مرشوشة او حسيتوا انه في حاجة عندكم سلبية، كونوا حذرين. السحر المدفون ده بيتجدد للشريك، وعشان كده عندكم ضغط سلبي او نفور بكل الطرق. فانتوا كمان الفترة اللي جاية هيكون في دعم على جميع الاصعد، وهيكون في تغيرات معينة على حاجة في بالك او في حاجة شغلة بالك. ان شاء الله كمان الفترة اللي جاية هيبقى في دعم على جميع الاصعد عندكم، فانتوا هيكون في حاجة معينة هتفعلوها فيها تحسنات جذرية. الفترة دي عندكم شوية توتر، الفترة دي عندكم شوية خلافات مع حد معين، الله أعلم. بس الفترة اللي جاية دي أقدر أبشركم إن أنتم مستنيين فلوس، وهيبقى فيه انتصار بمحكمة، وخلوا بالكم. كمان ممكن يكون عندكم علاقة مع برج الحوت، وإن شاء الله بإذن الله هيكون فيه مولود جديد، أو فيه تبشرات حلوة، أو فيه أخبار حلوة بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. الذكرى السلبية اللي مأثرة عليك دي لازم تبعد عنها، علشان هي اللي مأزياك او هي اللي دايما عامله لك مشاكل او عامله لك ضغط نفسي. في كمان هنا زعل مع عيلة، او زعل مع اخت، او زعل مع اخ، الله اعلم. بس في زعل مع حد يخص العيلة، فخدوا بالكم وبلاش الزعل وبلاش الطاقة السلبية اللي عمالين مأثرة عليكم او ملخبطاكم في بعض الامور. كمان انتوا الفترة دي عايزين تعملوا حاجة مختلفة، عايزين بعض منكم عايز يجدد لون شعره، البعض منكم عايز يجدد حدف عفش بيته، والله اعلم. كمان عندكم علاقة ممكن تكون مع برج الجوزاء او مع ابراج هوائية، هيكون في عدالة وهيكون في حكم حاسم بإذن الله. كمان البعض منكم ممكن يكون عنده نجاح في دراسة أو نجاح في حاجة معينة باله مشغول بيها، أو طاقة إيجابية بإذن الله هتبقى فيها تبشرات حلوة. وأقدر أبشركم إن بعض منكم 50% هيكون عنده حمل الفترة اللي جاية بإذن الله، وهيبقى عنده ذرية صالحة إن شاء الله بفضل ربنا. فخدوا حرصكم كويس جدا، وخلوا بالكم إن انتوا هيكون في طاقات حلوة، والطاقات السلبية اللي مأثرة عليكم دي إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هيكون في دعم على جميع الأصعد بتاعتكم. كمان الفترة دي انتوا صابرين بشكل كبير جدا، فان شاء الله بإذن الله هيكون في جبر خاطر عليكم. عندكم فرحة او في ارتباط او في زواج او في اكتمال خطوبة او اكتمال حاجات معينة هتفرحكم بإذن الله. عليكم نذر، النذر ده في اقرب وقت ياريت توفوا بيه. انتوا نذرتوا نذر، الناس كتيرة جدا بتسأل يعني ايه نذر، يعني حاجة انتوا وعدتوا ربنا بيها وقلتوا لو تمت انا هعمل كذا. فياريت تفتكروا كويس جدا لو انتوا عليكم حاجة وتوفوا بيها الفترة دي. بعض منكم ممكن يكون حيران في موضوعين، حيران في شخصين، حيران في عرضين، حيران في حاجتين، فلازم تاخدوا القرار الصح. كمان انتوا عليكم كتلة من المشاكل او كتلة من المسؤولية او كتلة من الجبل، يا ريت تتخلصوا من العيون اللي مأثرة عليكم والحاجة اللي مأثرة عليكم ابعدوا عنها الفترة دي. كمان
في حد جاي في سيرتكم، والحد اللي جاي في سيرتكم ده انتوا عارفينه واكلين معاه عيش وملح، فانتوا قررتوا ان انتوا تخرجوه من حياتكم وتبعدوا عنه. ممكن تكون البعض منكم نفسيته تعبانة، او البعض منكم مهموم او مشغول او الطاقات السلبية. البومة دي اخبارها ايه؟ البومة لسه موجودة ومركزة معاكم بطريقة كبيرة، انتوا عارفينها بس مش عارفين تعملوا لها حاجة علشان خاطر يعني في قواعد بينكم، في رجوع لحد ليكم، حد هيرجع لكم من سفر، او حد بابنكم واختكم، الله اعلم في حد في غربة فهيبقى في اشتياق ولهفة، فهيبقى في تجمعات حلوة. مين عندكم مقدم على سفر وانتوا خايفين ان هو يسافر او خايفين ان هو يمشي؟ ما تقلقوش خالص، الفترة دي هيكون في طاقات عامة. كمان انتوا بالكم مشغول بالصحة وبتسألوا على الصحة الفترة دي كبير بشكل كبير جدا. الصحة عندكم ممكن يكون تعبانة، الصحة ممكن تكون شايلين هم الدنيا على كتفكم. ان شاء الله كمان الفترة اللي جاية هيكون في تحسن. ليه دايما عندكم وجع قلب، او ليه دايما عندكم ضغوط نفسية بشكل كبير؟ ابشركم تاني ان انتوا عندكم خبر حمل وهتطلعوا من الطاقة السلبية اللي انتوا بتمروا بيها. في هدف حاطينه قدامكم وعايزين تشتغلوا عليه، وعايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه بأي كل الطرق اللي انتوا فيها. في دخول محكمة، ودخول المحكمة دي هيكون خطوة خير بإذن الله. زي ما قلت لكم انتوا عندكم تغيرات جذرية على جميع الأصعد عندكم. في حد عندكم هنا، الحد اللي انتوا عارفينه ده، او اللي بينكم علاقة او بينكم ارتباط، الله اعلم بينكم ايه بالظبط، بس الحد ده عامل زي التعبان عمال يلف حواليكم علشان يؤذيكم بكل الطرق. عندكم كمان علاقة غامضة او طاقة سلبية هتطلعوا منها، فخلوا بالكم واحذروا كويس جدا من اي ضغوط نفسية حواليكم. انتوا حاسين بالوحدة الفترة دي وحاسين بالوجع القلب، ما تزعلوش مني، انتوا في غلطة غلطوها، ضيعتوا كل حاجة كنتوا بتبنوها، او ضيعتوا كل حاجة كنتوا بتعملوها الفترة دي، الله اعلم الغلطة دي ايه، بس كانت غلطة كبيرة جدا، وعشان كده زعلانين وندمانين قوي بكل الطرق. الفرحة اللي جاية دي هتكون فيها خير. البعض منكم 99% للمنفصلين في طاقة إيجابية، أو في رجوع ليكم، أو لم شمل انتوا هتكونوا مستنيينه والله أعلم، بس في عندكم لم شمل بإذن الله أو رجوع في طاقة إيجابية. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. البعض منكم لو انتوا حوامل ممكن يكون عندكم مولود، المولود ده ممكن يكون ولد بإذن الله. دايما بيظهر لكم الست وبنتها الخبيثين اللي قاعدين لكم، دايما عمالين يأذوا فيكم وعمالين يجيبوا في سيرتكم ست وبنتها. انتوا اتظلمتوا الفترة دي من اكتر الفترات، اتظلمتوا كتير، ناس كتيرة جدا جت عليكم، عملتوا حاجات وندمتوا عليها، وعشان كده هيكون عندكم رسالة طبطبة من ربنا بإذن الله الفترة اللي جاية، وهتحصدوا حاجات كتيرة جدا. والفلوس اللي جاية لكم دي هتكون فيها تبشرات إيجابية، وهيكون فيها دعم على جميع الأسر. لو انتوا اتسرق منكم فلوس، او اتسرق منكم حاجة معينة، بإذن الله ربنا هيعوضكم وهيبشركم. خلوا بالكم من الضغوط اللي حواليكم، او من الطاقات اللي بتتوزع عليكم. لو انتوا عندكم علاقة مع حد، العلاقة دي يكونوا حراسين منها. انتوا هنا ظهر لكم حرف الواو وحرف السين وحرف النون وحرف اللام، الحروف دول بينكم وما بينهم كلام، بينكم وما بينهم مواضيع. عندكم حد بوشين وحد بينافق من الحروف دول، وانتوا عارفينه كويس جدا، بس مستنيين تتأكدوا، او مستنيين بكل الطرق تحطوا النقط على الحروف عشان مش عايزين تظلموا حد. فياريت تخلوا بالكم من كل الطاقات السلبية اللي بتتوزع عليكم، وتخلوا بالكم من قعدة معينة او من عزومة معينة. وبلاش تتسرعوا في حكم او تتسرعوا في كلام سلبي يأذيكم او يأثر عليكم في اي الضغوط النفسية. انتوا مشكلتكم ان انتوا لو انتوا في وسط ناس حاسين بالغربة وحاسين بالطاقات السلبية وحاسين ان انتوا
تعبانين في كل حاجة عندكم معينة، فكمان الفترة اللي جاية دي هيكون في دعم من ناس او من ام او من اخت الله اعلم. كمان في حد هنا طالب منكم فلوس، والحد اللي طالب منكم فلوس دول انتوا مش يعني انتوا مش مستكترين الفلوس عليه ولا مش عايزين تدوه، بس انتوا شقيانين وتعبانين في الفلوس دي، فمش عايزين تضيعوا شقة عمركم بسهولة كده، او مش عايزين ان انتوا تدوا الحاجة بسهولة، عايزين تفكروا كويس جدا، وعايزين تطلعوا من الطاقات اللي انتوا بتمروا بيها حرفيا. لو انتوا عندكم غدر او مخدورين من حد، ربنا باذن الله انتوا ما بتحبوش تشمتوا في حد، بس فضل ربنا هيجيب لكم حقكم، ودي ممكن تكون الرساله الطبطبه عليكم او الرساله اللي ربنا هيبشركم بيها. وزي ما قلت لكم العين القويه اللي صايباكم هي العين القويه اللي مأثره عليكم في الضغوط النفسيه، واللي مخلياكم عندكم عراقيل. البعض منكم صحته تعبانه زي ما قلت، الصحه عندكم دايما عندكم برد، عندكم صداع، عندكم خمول، عندكم كسل، في ساعات بتصحوا من النوم كارهين حتى شغلكم اللي بيدخل لكم مصدر رزق، بتبقوا كارهين كل حاجه، وده بسبب ان انتوا بتناموا على ظهركم او على بطنكم. فخدوا حذركم من النومه دي، علشان النومه دي بتخلي الجن العاشق يمسك فيكم، ودايما حاسين بالخمول والكسل او بالطاقات السلبيه. واقول تاني، لو انتوا بتقعدوا او بتقفوا كتير قدام مرايه، يا ريت تبعدوا عن المرايه بشكل كبير جدا، علشان خاطر المرايه هي ممكن تكون سبب رئيسي. ولو انتوا بتناموا على الاغاني او بتحبوا تشغلوا اغاني، يا ريت قبل النوم تختموا بالقران وتشغلوا الرقية الشرعية تناموا عليها بتاعت الحسد والعين القوية، تشغلوها هتلاقوا أول ما هتشغلوها وتيجوا تناموا هتلاقوا عيونكم، لا إما هتلاقوا خمول وكسل، لا إما هتلاقوا عيونكم فيها دموع بسبب إن أنتوا عندكم حسد شديد. فدايما خدوا حذركم وحصنوا نفسكم بطريقة كبيرة، شغلوا اعملوا البخور، اقروا آيات قرآنية، اطلعوا من اللي انتوا فيه واحدة واحدة. عندكم كمان هنا زيارة لحد مريض، الحد المريض ده هتروحوا تزوروه، وان شاء الله بإذن الله هتكون دخلتكم دخلة خير عليه، وهيكون فيه كمان حد هيطبطب عليكم وهيمسك ايدكم الفترة اللي جاية، ويقول لكم انتوا فعلا تعبتوا في الدنيا وملقتوش الحصدن اللي انتوا مستنينه، او الحاجة المعينة اللي انتوا عمالين تشتغلوا عليها الفترة دي. البعض منكم انتوا بيجيلكم مغص من غير اي سبب، بيجيلكم وجع في معدة او وجع في بطن كده من غير اي سبب، لدرجه ان انتوا بتحسوا انه في مشكله في معدتكم. مفيش مشكله ولا حاجه، ممكن يكون عندكم القولون عصبي، او عندكم ضغط نفسي، او من كتر ان انتوا بتاكلوا في نفسكم كتير الفتره دي، والضغوط النفسيه هي اللي بتطلع عليكم وجع في المعده، فهدوا اعصابكم، حاولوا تروقوا على نفسكم، حاولوا تعملوا حاجه بتحبوها، علشان خاطر اللي انتوا فيكم مكفيكم، مش ناقصين ضغوط ولا ناقصين هموم بشكل كبير. فكمان الفتره اللي جايه دي باذن الله هيكون عندكم زيارة للطبيب من وجع سنان او من وجع حاجة معينة. البعض منكم عايز يعمل تكويم في سنانه، البعض منكم عايز يعمل حاجة داخل شكله، فان شاء الله بإذن الله يكون في تغيير في الخير وحصدا تاما على جميع الاسعد، وان شاء الله بإذن الله يكون في تبشرات حلوة. بس خلي بالك من نفسك الفترة دي. اتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاعل، واتمنى لك كل ما هو جميل من اجل عيونك. ما تبخلش عليا باللايك الحلو وبالطاقة الإيجابية بسبب اللايك اللي انت بتسيبهولي او بالتعليق الحلو. تحياتي ليك، واتمنى لك الخير، وان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية تكون احسن من فترات كتير في حياتك.